بقالك ساعتين بتقول لي بفكر وانت عمال بتقرف بيكي، انت مش كبرت على الحاجات دي يا سمير؟ حبيبي عشان اصفي ذهني لازم اقرا سمير وميكي. طب ايه رايك اجيب لك فيلم كرتون؟ لا كرتون ده بقى هيكون فيه مشكله كبيره. ما هو انا عندي مشكله كبيره. مشكلتك مش كبيرة، دي حاجة عادية وكل الناس بتمر بيها. عادية ازاي يعني؟ ما هو الشقة من حق الزوجة، وأجازة الوضع من حق الزوجة، ورعاية الطفل من حق الزوجة، والراجل ملوش أي حقوق. أنا ما بنامش يا سمير. تعالى نام عندي. ومين يعمل شغل البيت ويصحي الولاد الصبح يا سمير؟ إنجي فين؟ مشغولة بعمر، مش بينايم حد، بس هي شايلة إيديها من شغل البيت. طب خلاص هات شغالة أو ابعت هات عليش. لا علش لا علش لا. البوم البوم حبيب ما ينتشر بجميل بقى، يا ينتشر بجميل. هو حيرد. الو صباح الخير يا استاذ جميل، وحضرتك كمان والله ليك وحشه. عمرينو جميل جميل مطلع عيني الحمد لله. حضرتك عايز مغيط؟ خلصت والله يا استاذ جميل، انا اسفه بس هبعت اجيب لك من عينيا الاثنين. حاضر حاضر. بص يا استاذ جميل، هو انا بعت لحضرتك المقال، تعرف بقى ايدي في تاكلي مش قادره اقعد من غير شغل، بعتهولك على الميل. نسيت انك مالكش في الميل ولا. طيب خلاص انا هقول لكاميليا هبعتهولها وهي توصله لحضرتك. ماشي يا استاذ جميل، ماشي متشكره قوي. طيب لو ما نفعش في يعني العدد ده نخليه للعدد اللي بعده، وانا ان شاء الله كل اسبوع هكتب لك مقال جديد. اوكي يا استاذ جميل، سلامي لكل الزملاء. لا حاضر خلاص والله هبعت لك المغيط. حاضر من عينيا، مع السلامه. ايه التفاصه دي؟ وبعدين المغيط دي اللي بيرضعه؟ ايوه كل السفره بقى. ايه السفره؟ خدي طلعيهم للست انجي طالما رايحه لها. انا نفسي افهم الورق والاقلام دول بيعملوا ايه مع البامبرز والحاجات دي. مالكيش دعوه، طلعيهم من سكات. يعني ايه طلعهم من سكات؟ انا اعرف ان الست الحامل دي الوالده دي ما بتبقاش فاضيه تهرش في دماغها. اديكي شايفه الست انجي شعله نشاط شغاله وهي في بيتها. طب يمكن تكون الحاجات دي عشان خاطر مدارس العيال على فكره، والمجلات والجرايد. يا بنتي ده انا خبره. خلاص يا اخويا وانا هسلك معاك هطلعهم لها، بس ما تتاخريش عشان عايز اخرج لي ساعتين. يا سلام يا اخويا، هتسيب المحل لمين ان شاء الله؟ وانت رحتي فين ان شاء الله؟ يا سلام، هو كل حاجه عليا؟ ده انا رجليا وجعتني، انا جالي نقرس. الست انجي شغاله ومعاها تلات عيال. تلات عيال؟ انت طول عمرك كده والمصحف نفكار الخير، وانت في حاجه بتعجبك؟ ما تتاخريش عشان انا عايز اخرج ساعتين افك عن نفسي. تفك عن نفسك ليه يا اخويا؟ رايح كباريه؟ انت دفعتي ثمن الشوكولاته اللي انت طفحتيها دي؟ كله على حساب سخب المخل. مخل؟ دي خراب، دي خراب المحل مش صاحب المحل. هل يدرك الرجل كم المعاناة والجهد الذي تبذله زوجته وهي تحمل أبناءه في بطونها؟ لا بطون ايه؟ التي مثلا يصلح دي، وهي تحمل أبناءه في أحشائها. أحلى أقوى صح؟ في بطونها أحشائها، وهي تحمل أبناءه في أحشائها 9 أشهر والرضاعة 2 عامين. هل يظن الرجل أن إجازة هل يظن الرجل أن إجازة الوضع استراحة ما أو رحلة ترفيهية، أم أنها وضعت من قبل إناسا يقدرون معنى أن تكون امرأة تحمل وتنجب أطفالا؟ يجب على الرجل أن يتحمل المسؤولية، يجب على الرجل أن يتحمل المسؤولية أكثر خلال تلك الفترة الصعبة على زوجته. يرددون أن الرجال قوامون على النساء. نعم الرجال قوامون على النساء، ولكنهم هل يعرفون معنى القوامة؟ يعني إيه قوامة يا مامي؟ قوامة يا حبيبتي يعني الراجل ياخد باله من الست. يعني بابي قوام؟ لا يا حبيبتي، أبوكي نوام. طب مش هتخليني اكتب معاكي بقى؟ يا اختي اكتبي الهوم ورك الاول وخلصي اللي وراكي لان ده شغلك. طب انا عايزه اساعدك. ساعديني في شغل البيت، شيلي عني عمر شويه وانا ابقى اساعدك في المذاكره. يا مامي انا زهقت من المذاكره، انا عايزه اتعلم صحافه. حبيبتي قلب امك، الجينات ابتدت تشد. انا عايزاكي تطلعي لامك. ها
تاخدي جينات الصحافه بتاعت امك مش بتاعت ابوكي. حاضر.